وضمن المساعي الدبلوماسية العراقية لوقف الاعتداء على شعوب المنطقة، التقى رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت. وأكد المندلاوي أن العراق يبذل جهودا دبلوماسية نيابية في المحافل الدولية والإقليمية، وذلك لحث الدول على إيقاف جرائم الإبادة بحق المدنيين في لبنان وفلسطين. وبين أن العراق يقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعيا البرلمانات الإسلامية والعربية إلى توحيد المواقف في مشروع إسلامي عربي يحمي سيادة البلدين ويحقق مطالب الشعبين.